السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم شباب؟ شو مسويين؟ معكم صايب، راجع لكم لايف كومنتري ماينكرافت. هذه الحلقة الثانية، واليوم الحلقة عندنا بنبني البيت الكبير العظيم، البيت الخرافي اللي ما أدري وش يبي. إيه طيب، وقف خليه يحمل. لما جيت أصور جا كذا زبدة إني متسمم. شوف البيت اللي ما أدري وش يبي صراحة. بيت برأيي اني ما ادري، احس اني بغير رأيي لاني فكرت كذا 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 كذا. ايه حبيبي راح هنا. ايوه كبير كبير كبير. ما راح اسوي مرة كبير. ما ودي صراحة، ما ودي كبير كذا يكفي. الحين نجيب هنا، بعدين هنا، بعدين هنا. شوف البيت يا حبيبي، شوف البيت، البيت ما يمديكم. امزح امزح. الزبدة يا شباب، البيت البيت لايف كومنتري الزومبي، مش قصة مسجلة يوم الاربعاء وال استغفر الله، وحق ماينكرافت يوم الخميس. اليوم هو زبدة اني قلت حق لايف كومنتري حق زومبي، قلت ما راح انزله لان شو اسمه كان في مشاكل كثير، وللحين اصلا في مشاكل. عشان كذا قلت في يعني باك وما ادري شو، واللايف كومنتري بعد حق شو اسمه ذا حق ماينكرافت قلت في باك، يعني صار لخبطه واشياء، سامحوني. يعني اثنين قلت فيهم باك، تخيل. زبدة خلاص يعني غلط، وان شاء الله ما يتكرر. ما احب ادقق في الكلام كثير. احس اني طولته. كذا لا، هنا لازم حبيبي وقف انت. وين ذا؟ ستة. ايه كذا كذا كذا. شوف 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 شلون. الله ياخذ امك، استغفر الله. فينس، انه الفينس، احس اني بشيل الفينس اصلا بالاخير، ابني عليه وبرميه بزبالة بعد. ابخلي بيته كذا يعني بيت، استغفر الله، بيت يعني مرتفع الأرض. أما صار الليل، أوقف خلينا نشوف في أحد. إلين هنا يعني هذول مال أمهم داعي، وبروح أنام لأنه جو. سكيلتون سكيلتون، حش حش. تعال 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 بيتي، تعال بيتي، تعال تعال بيتي، تعال بيت. خواف، تعال بيت. تفلك نعم نعم. يلحن شكله شيء. اوه ماي جاد، خوفني ابن ال. ايه شوف شلون تدق الباب. ايه كيفك؟ هي جزرة. اما شوف كم سهم. هاي يا حبيبي، للحين في وحوش. احس انك كريبر. وين ذا الوحش ابو كلب؟ انه وحش. ما بيضة، هاي اختفت. يلا الحين مو وقتك يا الوحش، ابي انام. شفتي وشال امه؟ والله مو وقته. حاول انام. كفو يا حبيبي، اقسم بالله قهر. تخيل ما نام.
راح نكمل البيت، وقف بعدين هنا نكسر كم واحدة، هذه كذا اتوقع. اي بس الحين نجيب ذا الاحمر، 9، تخيل نفس اللون لا يا شيخ. يهو وقفوا شوي بالله، بشيل الفارة ذي الغبية اساس اني تفتح يا رب. يدي بس خربت يدي الاصلية يعني. اتوقع ذي سهلة، خلنا نسوي لها الجدار. احس انه بيت ابو كلب مدري ليه، واللي حس معي يضغط لايك. مدري ليه حاسه ابو كلب اقسم بالله. بس يا شيخ بيوت طفشانين. كم دقيقة كذا باخذ مع البناء الغبي يا من مقاطع. المقطع الاول ذا اللي مدته 25 دقيقة اخذ معي ساعة تقريبا على عشان احمله. بس والثاني بعد اكثر من ساعة، الثاني حق الزومبي. شرط نفسي يا الله. شوف 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 الحشرة. شوف 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 يا الله. أصلا البيت مو لازم أبني قدامكم. وقفوا شوي بالله وبجيكم شوية وبجيكم. باك شباب، الحين خلصنا البيت، هل انتم مستعدون؟ يلا جاهزين ولا لا؟ شوف لو تبي تضحك اضحك وبدون ما تحلمني، واللي ما عجب البيت يضغط لايك. تبونه ما انصحكم. اخيس بيت في العالم. ان شاء الله بضبط السقف، بشيلها ان شاء الله لاني خلاص تعبت بقوم. 4 فيديوهات باليوم، يا ريت يا شباب تقدرون، يا ريت تقدرون الوضع. اليوم نزلت لكم 4 فيديوهات عشانكم. الارضية بكفي ذا، وخشب عندي خلصت الخشب، بس باقي هذا الساندستون شو اسمه الزبدة باقي ذا. ايش رايكم نروح كيفينج كذا بس شوي؟ شوف هنا الحيوان الكريبر فجر أمه طقع. على حسب الخشب اللي معي هنا كم؟ 31 كفو. نحطها. عاد اصلا بروح الحين كيفنج بطلع من امه خير مو طبيعي. وش ذا؟ خلنا نحط الله ايش فيني كذا. ابي حجر. استغفر الله. يكفي بس اللي ابي سيف. كيف كذا يا احول؟ يلا سرينا. هل سرينا؟ لا جيب ذا. سرينا يا واد. سيف هنا، نطبق ام الغراب هنا. يلا بروح هناك وبحصلكم برب. باك شباب، نور عشان المشتركين يشوفوني الوصف.
هاي يس انه الفحم ليه كذا جاني لاج غريب. الله يستر وش فيه. ضوضو ما نشوف شي. صوت الفيل خايس احيانا يخوف. اسحب على الفحمتين اللي وراي ولا محتاجهم؟ محتاجهم والله. والله اني قامض اقسم بالله اني قامض. يا قمطة قمطة. لا لا موت امك موت امك موت امك. نجح يهب عليه. طيب هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو وإذا عندي أي كلجة أي أغلاط علمني عشان أصلحها. كم معك صهيب؟ يلا مع السلامة.